من جهة أخرى أعلنت إسرائيل إغلاق معبر كارني الذي يربط الأراضي الفلسطينية بإسرائيل، ومنعت إسرائيل دخول السلع الأساسية إلى مناطق السلطة الفلسطينية بإغلاق معبر كارني للشاحنات والبضائع بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية. الأقمار الاصطناعية من غزة، العقيد محمد دحلان مسؤول الأمن الوقائي في غزة. سيادة العقيد، بداية هل لكم أن تصفوا لنا حجم الانعكاسات والآثار التي يخلفها الحصار الذي تضربه إسرائيل على أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني؟ لا شك أن هناك أن نتائج الحصار الإسرائيلي منذ شهرين على الشعب الفلسطيني بدأ يبرز من خلال حالات الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه كل فئات المجتمع الفلسطيني، خاصة وأبرز فئة هي فئة العمال التي تعاني من نقص حاد في مواردها المالية، وهذا سينعكس بالتأكيد على وضع المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى الحصار الاقتصادي والمالي الذي تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني. المواد التموينية والمواد الوقود والمال الذي يجمع من قبل إسرائيل وهو مال فلسطيني من لا زالت لا تدفع للشعب الفلسطيني، مطار غزة والمعابر الدولية مغلقة، ولكن كل هذه الإضافة إلى عمليات القتل اليوم الذي تمارسه إسرائيل ضد الأطفال والشيوخ والنساء. ولكن كل هذه الإجراءات أنا أستطيع أن أؤكد أنها لن تؤثر على عزيمة وقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والاستمرار في الانتفاضة حتى تحقيق الأهداف الوطنية التي وضعت لهذه الانتفاضة. نعم سيد العقيد، أنتقل إلى العملية الاستشهادية التي قام بها الشرطي الفلسطيني الشهيد. ما موقفكم من هذه العملية، خاصة وأن هذا الشرطي من قوات الأمن الوقائي الفلسطيني، وكذلك إسرائيل قالت إنه لا يمكن أن يكون قد نفذ العملية دون علم قادته؟ أنا لا أريد أن أعلق على ما تقوله إسرائيل وتدعيه، دعيها تفكر بالطريقة التي تراها مناسبة، ونحن جاهزين لتحمل كامل المسؤولية. هذا ضابط من أشرف الضباط الفلسطينيين الذين عملوا في صفوف الأمن الوقائي، وهو كادر يشكل رمزية لكثير من المناضلين، سواء في الانتفاضة الأولى التي كان انضم فيها إلى صقور فتح أو إلى القوة التنفيذية في جهاز الأمن الوقائي الآن. نحن لا نستطيع أن نقمع مشاعر المناضلين الفلسطينيين الذين يعيشوا يوميا الحصار والقتل الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي إسرائيل عليها أن تتحمل نتائج هذا الضغط العسكري الذي تمارسه على الفلسطينيين. وأنا أعتقد أنه إذا استمر الحصار والقمع والقتل الإسرائيلي ستكون هناك مبادرات أخرى من كثير من الشباب الوطنيين الذين سئموا طريقة التعامل الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني، رغم أننا قلنا منذ البداية أن هذه العمليات ربما تصاعد الأوضاع، ولكن إسرائيل لا زالت مصرة على استمرار عمليات القتل اليومي ضد الفلسطينيين. نحن لا نضبط ضباطنا ولا نتعامل معهم بالريموت كنترول، هؤلاء فلسطينيين يعيشون المعاناة الفلسطينية اليومية، وبالتالي إسرائيل هي التي تتحمل نتائج هذه المعارك التي حصلت. نعم سيدة العقيد، هل بلغتكم أي أنباء عن اجتماع شرم الشيخ، وعن طبيعة الطروحات التي يحملها المبعوثون الإسرائيليون إلى شرم الشيخ، وهل جرت أي تنسيق بين الرئيسين المصري والفلسطيني قبل هذا الاجتماع؟ يعني بالتأكيد التنسيق الفلسطيني المصري هو تنسيق يومي ودائم بين الرئيسين، الرئيس عرفات والرئيس مبارك، ولكن أنا أريد أن أختصر الطريق على الإسرائيليين. إذا أرادوا أن يعودوا إلى المسارات القديمة لمضيعة الوقت ولتضييع الزمن واللف في دوائر مفرغة، الانتفاضة أنهت كل هذه المهاترات التي كانت إسرائيل تستخدمها في المفاوضات. اختصار الطريق على إسرائيل هو أن تعترف بحقوقنا الفلسطينية كاملة. ويجب أن تفهم إسرائيل أن 29 من الشهر الماضي هو تاريخ لن يعود الشعب الفلسطيني إلى الأوضاع التي كانت عليه في السابق. لكن لماذا لم يحضر الجانب الفلسطيني هذا الاجتماع؟ هذا الاجتماع يخص الرئيس مبارك ولا ليس اجتماعا الفلسطينيين طرفا فيه، وإنما هو اجتماع مصري أو دعوة مصرية إلى الرئيس الإسرائيلي. ولكن نحن نقول أننا نتابع بشكل يومي التحركات والنشاط الدبلوماسي المصري الذي يمثل حماية للشعب الفلسطيني ويمثل حيال التحرك السياسي الفلسطيني
لمحاولة ترجمة هذه الانتفاضة إلى إنجازات ملموسة. نعم سيد دحلان، لكن المحور الأساسي لهذا الاجتماع هو القضية الفلسطينية وليس أي قضايا أخرى. بالتأكيد أي تحرك إقليمي أو دولي الآن، القضية الفلسطينية هي صلب أي تحرك سياسي في المنطقة. نحن لسنا رقما هامشيا لكي تأتي إسرائيل وتدمر في بطائراتها أو بمدفعيتها، وبالتالي نحن نقول أن الانتفاضة هذه بدأت لكي يتحرر وينعتق الشعب الفلسطيني من نير الاحتلال، وليس لتحسين حياة الفلسطينيين. نعم العقيد محمد دحلان.